بعد تنحي اللي احنا الغلط الوحيد اللي احنا عملناه. احنا 6 شهور النهارده ما شفناش حد اتحاكم ولا حد قال حاجه للناس دي. الناس دي مش هتتحاكم ولا ايه؟ ومشير ما عملش حاجه لغايه النهارده 6 شهور وهنقعد في الميدان. هنقعد في الميدان وهنقعد 30 سنه. هنقعد في قلب الميدان مش هنتحرك من الميدان خالص ولا هنسيب الميدان ونمشي لغايه ما الناس دي تتحاكم. هو الناس دي كلها لازم تيجي. شكرا. هيبقى فيه جلسه. ابن هشام ابن هشام اتقتل جنبي خارجين من صلاه العصر اتضرب بشنطه دخل من دهره طلع من الشرطه. حسبي الله ونعم الوكيل. هو يعني الو السلام عليكم. السلام عليكم. انا اخو مصاب مصاب هنا في نفس البلاد وكلنا طالعين من بيوتنا وقايلين الشهاده ان احنا قلنا ما نرجعش تاني زينا زي اخواتنا الشهداء. والناس دي مش عايزه تسمع صوتنا. في مسمعهم صوتنا هم صوتنا على وشنا مهير يلا يا جماعه نتحرك كلنا مع بعض. يا ريت كلنا نودد مع بعض. احنا